شكرا للزميل الأخضر بالريش. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا هنا في ملعب سانتياغو برنابيو نتابع أحداث هذه المباراة الكبيرة. أكيد طبعا عندما يكون ريال مدريد طرف في أي مباراة لابد أن تكون كبيرة. دوري إسباني 2017-2018 انطلاقة الدور الثاني، ريال مدريد في مركز لا يليق به في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، وهزيمة كانت أمام فياريال هي الرابعة لهذا الموسم، ويبتعد تصعب الأمل. لعب لويزينيو اللاعب اللي هيلعب عليه النهاردة، ودي كرة عالية ولكن على طول يطلع حارس المرمى الحارس روبن إيفن مارتينيز، كان من اللاعبين اللي يعني النجوم في فترة من الفترات. وادي العصية هنا كريستيانو رونالدو، رونالدو قوة هجوم ريال مدريد بطولة الكأس في آخر اللحظات. وهنا أمامنا كرة أولى من جانب اللاعب بورخا مايورال الذي أعير الموسم الماضي إلى فريق نادي فولفسبورغ في الدوري الألماني في البوندسليغا، يعني انسيابي، وعدى من اللاعب شير السويسري ويلعب العرضية، لكن قوية كرة إلى خارج الملعب. ادي الجماهير هنا تعودت على الى مودريتش يعملها حلو قوي الى مارسيلو اللمسه الجميله، لكن الكره امامنا هنا تصل الى حارس المرمى الحارس روبن. التحضير ويعني بناء الهجمه، السيطره والاستحواذ شفناه حتى في لقاء الاسبوع الماضي امام فريق فياريال. ادي لمسه خطيره كره من اللاعب ادريان لوبيز، وحاول من جانب اندونيو كاسيميرو، لكن كاسيميرو خلصها هنا بذكاء، لان يعني احد الكرات اكيد الاصابه ابعدته كتير عن مستواه وعلى ادائه. خطره جدا لوكاس بيريز، الهدف الاول هنا دفاع ريال مدريد في خبر كان، ويسجل ادريان لوبيز بعد مرور 23 دقيقه. حذرت من امكانيات لوكاس بيريز وادريان لوبيز، وهنا هدف ادريان لوبيز الهدف الرابع ليه هذا الموسم. سجل لوبو، كان سجل رود فان نيستروي هدف الريال الوحيد. ادي امامنا هنا الاستلام، مارسيلو التعادل ضيع، مارسيلو على الطاير، مارسيلو هل يستعيد مستواه؟ كنا بنتكلم عن التغطيه ويعني دوره في التغطيه العكسيه. امامنا هنا انطلاقه، محاوله من جانب مارسيلو، التعادل رونالدو لكن يضيع مايورال. يعني كريستيانو رونالدو دي واحده ثانيه ضايعه من كازيميرو، كره ثانيه بتضيع من كازيميرو. امامنا هنا راسيه جديده، اذا فرصه ضائعه من رونالدو ومتابعه من جانب مايورال في هذه الكره. بص مارسيلو لما بيعمل التحرك، رونالدو في مركز راسه الهجوميه رغم السيطره والفرص. مارسيلو لمه حلوه قوي وعدى وبالشمال، ولكن شوف كره القدم والتوفيق وعدم التوفيق. روبن المحظوظ في اللقطه الماضيه ترتطم الكوره في ظهره ثم في القائم. ادي كوره مع ادريان لوبيز، هدف التقدم بعد 23 دقيقه. وادي مارسيلو التعادل، يا ولد، وتعالوا شوفوا ناتشو هيعمل ايه. وادي ناتشو عملها وسجل في الدقيقه 32 بعد ضغط وبعد محاولات. لم يسجل سي ار 7، لم يسجل رونالدو، لم يسجل اللاعب جاريس بيل، بل اللي سجل ناتشو فرنانديز عشان يرفع رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 3 اهداف. هدف كان في مرمى اشبيليا، راجع ادريان لوبيز صاحب الهدف اللي جابه ديفور، تصل الى كارباخال يعمل عرضيه وتعصيه المره دي مودريتش، ولكن الى خارج الملعب. الحديث عن اداء ريال مدريد في الشوط الاول في دوري ابطال، ودفعه من اللاعب لويزينيو مع كريستيانو رونالدو، لكن بين يا ولد دفع في ظهر رونالدو، لكن دفعه للكرة هنا جاريس بيل بلمسة حلوة، بلمسة إبداعية، بروعة الروعة. جاريس بيل يضعها باقتدار، رونالدو طالب بركلة الجزاء ولكن جاريس بيل قال له سيبها لي هجيب لك حقك، وجاب الحق وسجل هدف التقدم، هدفه الخامس هذا الموسم عندما شهر 10 يعني يصارع من اجل البقاء. امامنا هنا استلام ومحاوله، لكن المره دي وامور كثيره، ويعني بنشوف الفرصه هنا، ودي محاوله والكره العرضيه رونالدو، لكن فاول على رونالدو. انطلاقه حلوه قوي من كارباخال، واول فرص الشوط الثاني في الدقيقه 50، لكن في دفعه. شوف اللعب في المساحات، امامنا هنا كرات اتجاه جاريس بيل نفس المكان اللي سجل منه، وكره من اللاعب مودريتش ولكن الى خارج الملعب. المره دي جاريس بيل يصنع في اللقطه الماضيه فرصه كبيره ضايعه من مارسيلو، سجل وبعد كده سجل جاريس بيل. وادي امامنا مارسيلو، لكن قويه مايورال هو اللي في الشباك،
ولكن كرة مارسيلو بتعدي، كرة ملعوبة حلوة قوي من مارسيلو وإلى خارج الملعب. ادي مارسيلو اللي عامل اداء رائع، مباريات وكثره الالقاب والبطولات وحاله التشبع اللي حدثت، وادي راسيه وادي الكره على طول، طبعا كره راسيه المره دي من جانب اللاعب كازيميرو، ولكن يتصرف كنيه لديبورتيفو لا كورونيا في هذا الشوط امامنا هنا الثاني 2-1. وادي هي 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 جاريث بيل، هي هي جاريث بيل امامنا بيسجل الهدف الثاني لي في هذه الليله والهدف الثالث لريال مدريد. جاريث بيل بضربه راسيه، هدف هنا وغرناطه. ادي امامنا امري، الكره العاليه والراسيه هذه المره، ولكن على طول في دفعه وفي خطا، في دفعه وفي خطا على فابيان شير امامنا هنا الدولي السويسري اللي سجل في مرمى مالاجا واللي سجل في مرمى بالاخر مره في مرمى جريميو في كاس عالم للانديه. وادي الكره راسيه، مايورال يا مايورال اتت اليك الفرصه، كره معموله حلوه قوي من جاريث بيل، لازم يضعها هنا في كله الدوري كريستيانو رونالدو، ومحاوله المرور عدى من ستيف وان وسدد، ولكن كره الى خارج الملعب. ورونالدو يعني ليس في افضل حالاته، ولكن شوف ادي لقطه معبره، شوف المشجع يشعرك بانه هو رونالدو مش يعفوف المان يونايتد. ادي امامنا هنا جاريث بيل الى رونالدو، يا ولد الى مودريتش، وهدف وهدف وهدف، هدف ملكي هدف ملكي. رونالدو لم يسجل لكن رونالدو يصنع، ومودريتش يضعها باقتدار هنا الهدف الرابع في الدقيقة 67. مودريتش سجل في مرمى ويبويل، وأخيرا أخيرا زيدان يبدو قانع بهذا الآخر انتصار في لقاءات الليغا والعرضية، وممكن هدف ممكن. أوه صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق أن أندوني اللي عنده 5 أهداف واللي سجل في 3 لقاءات الأخيرة يضيع فرصة لا تضيع. أندوني أندوني بص أمامنا، على فكرة بقى عنده 4 مقاعد في دوري أبطال أوروبا. عادي انطلاقة هنا من جانب مودريتش التمرين، 76% مقابل كام؟ مقابل 59.7. رونالدو أخيرا، رونالدو أخيرا، ولكن ليس أخيرا لأنه بالفعل أضاع. ورونالدو عايز إيه؟ عايز ينتقم، عايز يسجل. وطبعا شوف شوف بيتيس، انطلاقه هنا من جانب اللاعب مارسيلو، مارسيلو ربع ساعه الاخيره، هل يسجل؟ ريال مدريد يعود ويسجل 4-1 في الديفور، والكره العرضيه ورونالدو اخيرا 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 اخيرا. رونالدو رونالدو رونالدو، دائما وابدا سنقول كريستيانو رونالدو سي ار 7 يسجل الهدف الخامس لي في الليغا هذا الموسم، وزيدان ليس للفوز طعم دون ان يسجل. ثم كوفازيتش مكان اللاعب مودريتش، وادي امامنا هنا جاريث بيل ورونالدو ورونالدو، لكن رايه وتسلل، رايه وتسلل. امامنا هنا محاوله، لوكاس فاسكيز البديل يلعب الكره العرضيه، رونالدو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. كريستيانو رونالدو امامنا هنا يسجل الهدف السادس وهدفه الثاني في هذه الليله في الدقيقه امامنا 84. رونالدو هذه المره عرضيه البديل لوكاس فاسكيز، وزيدان يطمئن على رونالدو، وكرة طبعا كان فيها لعبة خطرة لكن رونالدو وكان فيه مشاركة، كرة على طول ركنية، 5 ركنيات ريال مدريد، ومحاولة هنا من جانب ناتشو. اوعى ناتشو الهداف، اوعى ناتشو الهداف، ناتشو الهداف يسجل امامنا هدفين، ناتشو هدفين في هذه الليلة. يبدو ان ناتشو سيكون رجل هذه المباراة لان الملعب كله كان يصفق لناتشو.